يوم الجمعه الجايه لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الامناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. لو لجأ للعنف أو لجأ للإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب. دعوة من قبل الفريق السيسي للمصريين للنزول إلى الشارع يوم الجمعة المقبلة وتفويض الجيش بمواجهة العنف والإرهاب. هذه الدعوة يراها البعض أنها ستغير كثيرا من الوضع الراهن، خاصة مع أعمال العنف التي طالت قوات الجيش والشرطة في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها استهداف أحد أقسام الشرطة بمدينة المنصورة بقنبلة أسفرت عن قتيل وعدد من الجرحى، فضلا عن هجمات يومية تتعرض لها قوات الجيش والشرطة شمال سيناء. هذه الجماعة تستخدم صورة العنف وعمليات القتل والاضطرابات التي تثيرها في الشارع المصري في محاولة لتصدير صورة إلى الخارج بأن هناك نوع من عدم الاستقرار السياسي في مصر، وأن هناك حركة معارضة واسعة، ويسعون من ذلك إلى جذب نوع من التدخل الدولي حسبما أظن في الشأن المصري. قوى سياسية عدة رحبت بدعوة السيسي، حيث أيدت حركة تمرد وجبهة 30 من يونيو وجبهة الإنقاذ وعدد كبير من الأحزاب المدنية الدعوة، مؤكدة مشاركتها بقوة في مليونية لا للإرهاب، وأن وزير الدفاع لا يقصد مواجهة أي تظاهر سلمي. هذه ضمانة لحقن الدماء وضمانة لحماية الأرواح وعدم استمرار الاضطراب. فيما رفض مؤيد الرئيس المعزول وجماعة الإخوان خطاب السيسي، مؤكدين أنه دعوة للاقتتال بين الشعب المصري وأنهم سيتظاهرون الجمعة المقبلة لإسقاط الانقلاب. إن هذا الخطاب التحريضي هو دلالة واضحة جلية لحالة التخبط وفقدان الصواب، كما يطالب التحالف الوطني المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة قائد الانقلاب. يأتي هذا في وقت بدأت أولى جلسات المصالحة الوطنية بحضور عدد من الشخصيات البارزة وممثلي الأحزاب المدنية والأزهر والكنيسة، وسط غياب واضح للتيار الإسلامي. يرى مراقبون أن الجمعة المقبلة ستكون فاصلة فيما يخص التعامل مع العنف المستمر منذ فترة، فيما يتمنى الكثيرون أن تمر هذه التظاهرات دون وقوع ضحايا من أي طرف كان. أحمد بجات، العربية، القاهرة.